مش هي الكرامة. احنا موجودين دلوقتي داخل احد معامل الاختبار النفسي اللي بيتم على الطلاب المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية. مسعدنا ان يكون معنا السيد اللواء عصام خليل رئيس جهاز العمل النفسي للقوات المسلحة. اهلا بيك سيادة اللواء عصام. سيادة اللواء عصام، عاوزين نعرف السادة المشاهدين والطلاب المتقدمين للكليات والمعاهد العسكرية طبيعة هذا الاختبار النفسي. القياسات النفسية بيتم لاختيار افضل العناصر من لديهم السمات الشخصية والقدرات النفسية للتوافق مع المتطلبات الواجب توفرها في الفرد العسكري بمحقق الرضا والتكيف داخل المجتمع العسكري، ويتم تحديد السمات والقدرات دي باسلوب علمي. اول مرحله فيه ان انا بعمل الجوب اناليسيس، الجوب ديسكريبشن اللي هو تحليل العمل ووصف الوظيفه، بحدد فيها الاوزان النسبيه المطلوبه لكل بعد من ابعاد المتطلبات النفسيه للوظيفه. اللي بعمل بعد كده بوضع اسئله بطريقه القياسات النفسيه اللي هي بيسموها سايكوماتريك اسسمنتس وفقا لتحليل العمل دوت، وبحدد الزمن الخاص بيها وبطبعها على عينه عشوائيه من المختبرين. بعد كده بتاكد من صدق وثبات القياسات ديت ومعايرتها بكل مفرداتها بما يتلائم مع الشخصيه المصريه، وان النتائج حققت ان هم الديستريبيوشن او المنحنى الاعتدالي على عينه المختبرين. اخر مرحله بعملها بعمل مجموعه من المقابلات الشخصيه لتؤكد على نتائج القياسات اللي تمت على الطالب. عشان نقول يعني الهدف من هذا الاختبار هو قياس الثبات الانفعالي والتوازن والثبات النفسي. بالظبط، مجموعه من الابعاد والسمات والقدرات احدهم الثبات الانفعالي. بعد كده عايز اقول الاسئله هو ممكن الايه متكرره باشكال مختلفه، ده بيمثل عندنا لاي سكيل او بوكاس لكشف التحويل النتائج او محاوله المراوغه على النتائج. عايز انصحهم برضو انه من عدم الانساق خلف اي محاولات لابتزازه بالادعاء انه ممكن حد يساعده في التخطي في الاختبار النفسي. الاختبار النفسي ما بيحتاجش حد يساعد، ده مش عنصر بشري خالص خالص. هو الاختبار بيتم باسلوب مميكن كمبيوترايز دون تدخل لاي عنصر بشري لضمان الموضوعيه والشفافيه، والنتيجة بتبقى بتنم في الآخر عن شخصية الطالب، هل هو يتلائم أو عنده تكيف مع الحالة العسكرية وصلاحية من عدمه وليس لأي شيء آخر. فعشان كده أول إجابة تجيلك على دماغك حطها وأجب عن شخصيتك عشان خاطر تعرف بعد كده أنت ممكن تتعامل إزاي مع الحالة اللي جاية دي. القياسات دي يا سيادة اللواء عصام أكيد يعني أنتم بتاخدوها من قياسات عالمية أو من دول صديقة أو شقيقة بالنسبة للاختبار النفسي. إحنا بنستفاد بالخبرات المتطورة في أي مكان، بس في اسئلتنا وبطارياتنا لازم تناسب الشخصيه المصريه، عشان كده بتعملها معايره من جديد وبتعمل لها اللي انا قلت عليه الفاليديتي والريبليشن والصدق والثبات عشان اتاكد انها قاست الطالب المصري وليس اي طالب اخر. تدريب العنصر البشري ضباط وصف وجنود في الجهاز العمل النفسي يا سياده العصام عشان يحطوا هذه القياسات. المسؤولين عن الموضوع عن تنفيذ القياسات النفسيه خريجي اداب علم نفس، حاصلين على دبلومات متخصصه وحاصلين على درجه الماجستير والدكتوراه. هل في دورات خارجيه ليهم؟ في بيتم بعض الدورات الخارجيه، بس زي ما قلت لك برضه بما يناسب الشخصيه المصريه. مناسب الشخصيه. طب نصيحه النهارده توجهها لطلابنا اللي بيأدوا الاختبار النفسي. جاوب باول انطباع يجي في ذهنك، ما تحاولش تتجمل. الاختبار ده بيحدد، هو هيقول لك انت تصح او لا تصح في الحاله العسكريه، مش انت اللي هيقول، على اساس يحدد مدى تكيفك بعد كده في الوظيفه ديت. طب سيادة العصام انا بشكرك واسمح لنا كده نلتقي مع بعض الطلبه.